Let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. Celebrate, let's celebrate. عدنا إليكم مشاهدينا في كل مكان, ما شاء الله صور عندك مشاركات وطنية, شفنا حتى الشهادة تاعك في المراتب الأولى الثانية, وراك رايح بها خليتنا والو وسيم. معليش هذه مجرد البداية. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق وسيم. يعطيك الصحة وسيم. دوكا نعاودو نرجعوك نحطوك في الصورة تاع اليوم اللي هي فرحة العيد. كما تعلم احنا اليوم معنا في هذا الفضاء خصصناه لكم نتوما مشاهدينا باش نقلو لكم اجواء العيد. احكي لنا كيف جوزتوا يوم العيد مع الأضحية قبل ما تلتحق بيناتنا. اذا ككل صباح رحنا صلينا صلاة العيد, بعد قبلنا فيما بيناتنا, بعد رحنا للأضحية ذبحناها وبدينا. اول حاجه كليناها اكيد هي الكبده, درناها مع الفليت. رطيت لي كوتلات وجيت للحصه اللي معليش ما بصح تستاهل, تستاهل باش يعطيكم الصحه ولا غير يعطيكم الصحه ما شاء الله. وقل لي وشنو هي الحاجات اللي ربما تحبها في العيد ابار العيد؟ كيما على بالنا العيد, العيد الفطر ولا عيد الاضحى هما مناسبه للتسامح والتصالح, فيهم صله الرحم, صله الاقارب, كذلك نشوفوا بزاف تصالحات خاصة في العيد. في يوم العيد يعني تكون فرصة للناس تكون متخاصمين, ونتمنى ان شاء الله كل واحد راه متخاصم مع صديقه, مع حبيبه, مع رفيقه, ربما لأخطاء أو لسبب ما, انه تكون فرصة. هذا العيد هو عيد للتسامح, لعيد اللي يكون تقوى فيه الأخوة, تقوى فيه المحبة. نتمنى ان شاء الله انه كل شخص انت اللي تشوف فينا مشاهدنا, كل واحد عنده صديق, عنده اخ, عنده رفيق, عنده اخت, عنده ام, ربما فيه نزاع او فيه شيء بادر, فهي الفرصه لك ان تتسامح, ان تطلب. ربما ديجا احنا نقولوا لي بادر هو الاولى, يعني تكون في الشجاعه, لانه حتى انه واحد كي يسمح شويه من حقه مش معناتها ضعف, بالعكس دائما اللي بادر بالتسامح هو الرابح. صح, دائما هو الرابح. ان شاء الله تصفى القلوب وربي يحلنا القلوب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وهذه مناسبه كما قال خويا وكما تفضل خويا استاذ عبد الغني, لانه هذا العيد فرصه لتجديد العلاقات, اعاده تصليح العلاقات بين الاسره, بين العائله, بين الجيران وبين الاحباب. وان شاء الله كل عيد ان شاء الله نكونوا في نكونوا في علاقات اسريه وعائليه ان شاء الله. ان شاء الله ربي, ان شاء الله انه كنت هاني راهو ساكت هاني يا اخي, ما خدم الدار حتى واحد. تحب كاع اصحابك ولي راهم زعما متضاربين بالخف بالخف ولا متضاربين ولا زحفانين, انك واش تقول لهم؟ قول لهم غير تسامحوا, هذه الفرصه ما تضيعوهاش, تسامحوا معاهم. نعم اذا ما حبوش يتسامحوا المهم توما ديروا اللي عليكم. ان شاء الله يا رب ربي يقلب كل القلوب لبعضها. نعاود نرجع لك طارق, ربما في الجمعيه خصوصا انكم راكم تمشوا مع فئه ربما لازم تكون عندها خصوصيه, تعلموا يعني اكثر عن درجه في انه خصوصا انه اليتيم عنده لازم يكون عنده خصائص نفسيه خصوصا الاطفال الصغار, يعني احكوا لنا كيفاش يعني تعيشوا معاهم يعني فرحة سورتو انه في الايام تاع العيد, ايام تاع بارك الله فيك. التفكير انه تاع جمعيه كفي اليتيم عندها فروع, يعني هما مكتب ولايه عندهم فروع بلديه, وكل فرع يعني عنده نشاطات وعنده بارك الله فيك اخويا عبد الغني. للتذكير يعني اهم جانب في رعايه اليتيم وفي رعايه الارمله هو الجانب النفسي. يعني مثلا حمله عيدنا التكافل اللي درناها طبعا الثامنه, هي صحيح تقديم الأضحية لفائدة الأيتام, ولكن عندها تستهدف الجانب النفسي, هو إدخال الفرحة والسرور, وباش نبينوا باللي هذا اليتيم كاين حاضنة اجتماعية راهي خلفك, هي تحضنك وتقف معك وتعزرك, بالتالي تولد شعور داخلي هو تعزيز تقدير ذاته نحو المجتمع ونحو الجيران تاعه ونحو الأهل تاعه والأقارب. فبالتالي الجمعية من بين أهم أولوياتها اتجاه اليتيم والأرملة هو تعزيز الجانب النفسي وتحسينه والارتقاء به باش يصبح شخصية متوازنة تستطيع أن تستمر قدما في
الحياة، فخاصة في المناسبات الموسمية التي يكثر فيها الشعور بالوحدة نحو الكافل، الشعور بفقدان الأب، بالسند القوي في الحياة. فبالتالي عندها الجمعية تركز نشاطها خاصة في المواسم، حتى الأضحية لما نقدموها نحاول بإذن الله دائما نقدموها بطريقة أنه مشي هذا فرد أجنبي على عائلة جاي يقدم لك أضحية، نحب نقدموها باللي هذا راهو فرد من عائلة تاعك، هذا أخوك الكبير أو خالك أو عمك، نجي نقدموها أول حاجة بكل عفوية. ثاني حاجة صنعنا علاقة بين الجمعية وبين الأرملة واليتيم، أنه تقريبا شبه علاقة أسرية عائلة، شغل نجي ونقدموا أختي خويا وليدي بنتي رانا جينا ليكم مرحبا وش خصكم، ونقدموا معاهم يقدموا معنا، باش هذا يفتح الأبواب باش ما تكونش هناك يعني مجموعة من المكبوتات في حياة اليتيم ولا اليتيمة، يبوح بكل أسراره وبالتالي تعرف تشخص له الوضعية اللي راهو فيها باش تكون هناك فعالية في الأداء في العمل النفسي معه. ما شاء الله كيف اليتيم ربما هذه الأشياء شفناها يعني شفناها فيكم من خلال النشاطات اللي تقوموا بها، نشاطات عديدة سواء في رمضان في غير رمضان في العيد في غير العيد، دخول مدرسي حتى في الشتاء، احنا في الشتاء وكم عدلتوا مبادرات الحمد لله. احنا في مناسبة الدخول المدرسي أيام فقط وتنطلق نتجهز يعني للتذكير فقط رقم مهم جدا أن الجمعية الخيرية كيفية اليتيم ولاية البوليدة عندها 19 فرع على مستوى ولاية البوليدة، تكفل أكثر من 3800 عائلة أيتام يعني 3800 أرملة وأكثر من 8000 يتيم. حملة جاهز تستهدف إلى جمع توفير 2500 حقيبة مدرسية لمختلف الأطوار، الأطوار الابتدائية المتوسط الثانوي وحتى الجامعي عن طريق المنح الدراسية. بعد ذلك مباشرة تقريبا فترة لا تتعدى 40 يوم تنطلق حملة القلوب الدافئة لفائدة الأيتام داخل ولاية البوليدة وخارج ولاية البوليدة. حنا ندخلوا بالدافئة في طبعة سابقة استهدفت أيتام البوليدة وأيتام الجنوب الجزائري الغالي العزيز، نوجه لهم تحية خاصة لهم لأنه أصحاب قلوب رهيفة وطيبة ونقية وصافية، خاصة أهلنا وأحبائنا سمحوا لي الصحراء قاطبة وهنا إقليم توات العظيم أضرار، تحية عاطرة إن شاء الله أهلنا ثمك. كانت هناك قافلة يعني قافلة تقديم المساعدات مختلفة مستلزمات الشتاء، جابت استهدفت منطقة غردايا ثم منطقة المنيعة ثم منطقة أضرار وبالأخص منطقة أضرار منطقة رقال. وقفنا على وضع يعني اجتماعي صعب يستلزم تكافل كل الجمعيات والمجموعات الخيرية خاصة التي لديها نوع من اليسر في إعاناتها وقدراتها المالية، نقولهم بيتوجهوا أحبائنا وإخواتنا في الصحراء الجزائرية الغالية على قلوبنا لأنه ما زالوا يستناو هذه المبادرات. وثاني نداء لكل الجمعيات والمجموعات الخيرية باش ترتقي بنشاطها الخيري، لأنه باش ننتقل من نشاط من أجل نشاط إلى نشاط باحترافية ووعي في الحركة الجمعوية، باش ما نكونوش يعني في النمط الكلاسيكي الذي لا يستمر ويتحرك فقط بالعاطفة الموسمية، ننتقل أيضا إلى العقلانية والمنطقية في توظيف الإمكانيات. إن شاء الله يا رب هي الرسالة موجهة لكل المحسنين لكل اللي حاب يدعم يدير الخير كما نقولوا، رسالة يعني راهو جزائر كبيرة واسعة جزائرنا العميقة اللي ربما تشوف فيها حالات اللي تحتاج منا دعم وتحتاج منا المساهمة. إن شاء الله هي رسالة لهم للجمعية جمعية كافي اليتيم ولكل من يريد المساهمة. كافي اليتيم معروفة ربما حتى في مقرها في البوليدة وصفحتها على الفيسبوك كافي اليتيم الجمعية الخيرية كافي اليتيم لولاية البوليدة، هذا هو الصفحة الرسمية للجمعية. إلى هنا نصل ربما إلى نهاية هذا اللقاء اللي جمعني مع أبناء البوليدة الخيرين والطيبين في هذا اليوم المبارك يوم عيد يوم سعيد. قبل ما نختم نخليكم في الفرصه نبداو منا هضرنا بزاف حنا نقول هاني هذيك الكاميرا شد الميكروفون ودير اهداء لحبابك لخاوتك الوالده الكريمه. نهدي تحيه لعائلتي. واش من عائله لقب؟ عموره. عائلة عمورة لأصحابي للشيخ الشيخ اللي قراني قرآن ما شاء الله. أذكر اسمه الشيخ زكريا. الشيخ زكريا مداني نوجه له تحية ونقول له عيد مبارك وكل عام هو بألف خير إن شاء الله. واللي قراني في البريمير والأخ ديالك والأخ اللي جابني عطينا اسمه ندير له إهداء عمارة ايه واللي كان مع ثانيك محمد نوجه له تحية
وكل أصدقاء اللي يعرفوا هاني عمورة، وبالتوفيق إن شاء الله. مرحبا بكم معنا دائما في قناة الأنس. روحوا شكرا. روحوا كذلك اللي ما خلناش منها دروس، دارها في التنشيط في الإنشاد، اليوم كان يومه خاصة في يوم العيد، سمح في الأضحية وجلينا ويشكروا علينا. يلا برد قلبك. اولا نشكرك عمو عبد الغني على هذه الاستضافه. نحيي هاني، نقول له صحه عيدك، وعمو طارق اللي نقول له صحه عيدك، كامل طاقم قناه الانيس الفضائيه. نوجه لكم تحيه كبيره. اهدي تحياتي لام تاعي، الاب تاعي، الاخت تاعي راني صغيره، الكوتش تاعي مداحي هاجر، الشيخ تاعي اللي قراني قران محمد علي بالاخضر، نوجه له تحيه كبيره، الشيخ تاعي العزيز، المنشد المتألق أسامة مخنفر، المذيعة منال طيبي، نوجه لها تحية، المذيعة أحلام بوذرع، كذلك عائلة خالي وعائلة خنافيف، جدة تاعي، الجدة تاعي، خالتي، خالي جمال وخالي توفيق، نوجه لهم تحية كبيرة. ربي يحفظكم ليا وصحة عيدكم، وكل عام وانتم بألف ألف خير. زوج العمة تاعي نوجه له تحية اللي كان في الحج، زوج العمة تاعي عمو حكيم اللي كان في الحج، نقول له حج مبرور وتحية. هي المناسبة أنه نوجه تحية لكل حجة الميامين اللي كان اليوم أمس مع وقوف عرفة، إن شاء الله يرجعون اليوم، نقول لهم عيدكم مبارك وكل عام هم بألف خير، إن شاء الله عودة ميمونة لأراضي الوطن مع الأحباب والأصدقاء، وإن شاء الله هو الكثير منا يحلم باش يزور بيت الله. نتمناه إن شاء الله لكل واحد، وبما فيه نحن إن شاء الله نكونوا بين الملبيين. كلمة لك. يعطيك الصحة خويا عبد الغني. بداية عيد مبارك للطاقم الأنيس، ربي يوفقهم إن شاء الله ومزيد من النجاح والتميز في الإعلام الهادف والرسالي. نوجه تحياتي للوالدة والوالد، لخاوتي وخياتي، أيضا الأعمام والأخوال، عائلة لطرش وعائلة بوزورين، كامل الأسرة الجمعية، جمعية كف اليتيم، وكل الأسرة الجمعوية في الجزائر قاطبة، للأحباب الأصدقاء الجيران، نقول لكم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا، وإن شاء الله يولي علينا عيد رمضان وعيد الصغير وعيد الكبير، وحنا دائما أصحاب وحنا دائما متلايمين، ونقول لهم ربي يحنن القلوب إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي يحنن القلوب علينا وعليكم وعلى كل الأمة المسلمة مشاهدينا في كل مكان. ما زلنا فقرتنا ربما انتهت مع ضيوفنا، لكن فقرتنا ما زالت متواصلة ضمن هذا اليوم المفتوح اللي مستمر معكم طيلة يوم العيد. ابقوا معنا، ما زلنا متواصلين معكم. عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's celebrate. عيد سعيد، let's enjoy this happy day. عيد مبارك، come on let's celebrate. Celebrate. Let's celebrate.